لقد اخترتم الصداقة الخاطئة. هذه هي رسالة أولتراس ديلي، الفاصل التابع للنادي النجم الأحمر الصربي الأولتراس في داين روما. لكن باش نوصلوا لهذه الرسالة فراغ غنضربوا طريق طويلة. اليوم أنعرفوا شكون هي أولتراس في داين روما، شكون هو المؤسس ديالها، وشنو السبب سمية ديالها بهذا الاسم، وغنعرفوا شكون هما أولتراس ديلي الصربي. واش بصح أولتراس نابولي كان عندها دخل في قضية سرقة بانر الفيضاين، وشكون هما الأصدقاء اللي غلطوا الفيضاين في الاختيار ديالهم، ودارت توأمة معهم، واش يقدروا يكونوا خانوهم المجموعات اللي كيتشاركوا معهم نفس الفيراج. هادشي اللي غنعرفوا اليوم. باش ما نزيدش نطول عليكم، وقبل ما نبداو خليوا لايك للفيديو، وإلا كنتي من عشاق محتوى الأولتراس فهذه هي بلاصتك، اشترك في القناة باش يوصلك ديما الجديد. خليكم تعيشوا مع القصة اليوم. Calcio, noi eravamo il tifo, noi eravamo gli ultras, noi eravamo i fighters. Vuoi fare capire agli altri che le schiacci quando vuoi? Vuoi fare capire che comandi te? Se ci sono loro, ci siamo noi. E finché ci saranno loro, ci saremo noi. E se non ci saranno loro, noi ci saremo sempre. Il capo della mobile mi disse a me, io ti faccio passare la voglia di andare allo stadio. Non ci è mai riuscito. من فلسطين لبلاد الكالتشيو لحزب الشيوعي الايطالي غيدير معرض اللي غيسلطوا فيه الضوء على القضيه الفلسطينيه، بحيث واحد الشاب سميتو روبرتو رولي غادي يمشي لهذا المعرض، الا انه غيتفاجئ بمجموعه من الصور للمقاومين الفلسطينيين اللي كانوا كيدافعوا على الارض ديالهم. لكن روبرتو رولي غادي تلصق له صوره واحده في راسه واللي ما غاديش تمسح له، هي صوره واحد من الفدائيين الفلسطينيين. روبرتو رولي تزاد في العاصمه روما وبطب في الحي كوادرارو، الحي اللي جبتي فيه شي ضوء غير غتعرف ان هاد البلاصه فيها طابع سياسي يساري، بحيت كاع الجرافيتي اللي تماك غيبان لك فرانشيسكو توتي والمقاوم الارجنتيني تشيكيفارا وصوار الحريه. هاد الحي كيتوجد من بين اقدم جوج شوارع الحضاره الرومانيه البشريه، بحيت هنا غيتضرب داك المثل اللي كيقول كل طرق تؤدي الى روما. الشارع الاول سميتو توسوكالان، والشارع الثاني لاكازيلينا. هاد الشوارع بجوج كانوا هما الحائط والسد المانع في وجه الاحتلال الالماني عام 1943 والحلفاء ديالو الفاشيين، وغيتلقوا على هاد الحي لقب عش الدبابير بسبب القباحه اللي كانت في ولاد الحي اللي كانوا كيشوفوهم ذو طبع اليساري في الطائفه ديالهم. وغيولي هاد الحي هو الملجا الناس اللي باغا تهرب بحياتها من باطش النازيه والفاشيه الى جانب الفاتيكان. غادي تشهر واحد الجمله عند الدراري ديال الحي اللي كيقولوا فيها اللي بغى يهرب وينجب حياته فعليه اما يهرب للفاتيكان او الى الكوادرار. بالنسبه للفاتيكان هي واحد المدينه صغيره وسط روما، وهي مركز القياده الروحيه للكنيسه الكاثوليكيه، فهاد الروح التوريه غتمتد في الحي غتبقى عايشه معاهم. فما تستغربش الا شفتي الروح القتاليه اللي كتميز بها جماهير روما واللي غادي تعرفوا اللاعبين ديالهم بلقب الذئاب. داكشي علاش جماهير روما كتعتبر من اكثر الجماهير الاوروبيه مسيسين. نرجعوا لروبرتو رولي، بحيث كان معروف بواحد الجمله كيقولها، في يوم تشجع وفي اليوم التالي تتظهر القضيه تنما. ذلك ان جيلي تربى على ان النادي لا يناقش، النادي يحب كره القدم مراه المجتمع. شوف معايا مؤخرا انه ارتفعت نسبه العنصريه في الملاعب الايطاليه ضد اللاعبين الاجانب خصوصا الافارقه والعرب، وهذا الشيء كيصادف ارتفاع الاحزاب اليمينيه العنصريه سياسيا. باش تعرف مقوله روبرتو راه كانت صحيح. في الحي كوادرارو كتعتبر منطقه مغلقه لحساب نادي روما فقط، ومشهور كذلك انه معقل كونتر السياسيه للعنصريين، ماشي فقط سياسيا وانما رياضيا. كوادرارو بحالو بحال دوله الفاتيكان، بلاصه ممنوعه للنازيين والفاشيين يدخلوا ليها. هذا الحي ما كتعرفش فيه شي درابو من غير ديال روما، وما فيه حتى صور من غير اللاعبين ديال روما، وما كاين حتى لوغو من غير ديال روما. يوم الاحد بالضبط 12
12 من شهر مارس 1972 بحال وبحال كاع النهارات. كان نهار بارد وكان اخر فصل الشتاء قريب يدخل فصل الربيع، وكان درجه الحراره منخفضه بزاف داك النهار. لكن هادشي ما غيمنعش مشجعي الروما باش ما يمشيوش يتفرجوا داك النهار فرقتهم ضد نادي فاريز، خصوصا ان اخر فوز حق روما كان في منتصف شهر يناير من داك العام بنتيجه 3-1 كونتر تورينو. ومن تما روما غتدبدب النتائج ديالها في 7 ديال الماتشات من بين التعادلات والخساره، وما غيربحوا حتى ماتش. غيسالي الماتش في العصر حدود الساعه 5 ديال داك النهار بين روما فارز. تعثر روما ضد نادي متواضع بتعادل سلبي، غيرجعوا ابناء الحصه خطين على النتيجه ديال الماتش في واحد الحاله ديال الهيجان في وسط الشوارع احتجاجا على هاد النتيجه، وخصوصا ان التعادل كان امام فارق من الشمال الايطالي واللي كتربطهم بهم ذكريات ماضي خايب، وكلشي كيعرف العداوه اللي موجوده بين الشمال وجنوب ايطاليا. ودعت الحاله ديال الانتماء والاخلاص الشديد للنادي لابناء مدينتهم، وغيشبهوهم بالاخلاص لهاد المشجعين فقتهم، بحيث غيشبهوهم بالفدائيه الفلسطينيين القضيه ديالهم. فكل مره كانوا كيوصفوا داك الحماس والعنف اللي كان فيهم كاميكازي، هو اللفظ اللي كان مشهور ديك الساعه في الغرب واللي كيشبه الكلمات فدائي باللغه العربيه. كانوا كيطلقوا عليهم عبارات سيتي بيجودي في داين، واللي كتعني انه بهذا الايمان القوي اللي عندكم اشد من الفدائيه للقضيه ديالهم اللي هما الفلسطينيين. وهكذا غيلتقط الشاب روبرتو رولي الفكره والصوره لداك الفدائي الفلسطيني اللي بقات لاصقه له في الخيال واللي ما بغاتش تحيد ليه من دماغه، واللي غيقرروا هو ومجموعه من صحابه يطلقوا لقب فدائيين على المجموعه اللي غتاسس نهار 12 مارس 1972 اولتراس في داين روما. من بعد نشأت مجموعة اولتراس في داين اللي غتشجع نادي روما وغتساندو في جميع المباريات ديالو. مع مرور الوقت بدات المجموعة كيتزاد العدد ديال الاعضاء ديالها شوية بشوية، خصوصا من بعد الطريقة الاحترافية اللي كانت كتمشى بها المجموعة في ذاك الوقت واللي غتجلب مجموعة من الاعضاء من احياء العاصمة روما. الشباب الاولتراس في ايطاليا الاوائل اللي بانوا في بداية مطلع السبعينات من القرن الماضي على بعد سنوات قليلة من التطورات الطلابية اللي شاحت اوروبا في عام 1968، واللي كانوا عامرين بطاقة سياسية وثقافة المجتمع القائمة على الثوره والتمرد. كتشير بعض تحقيقات الشرطه ديال روما ان جوج الاشخاص من اولتراس فدائيين كانوا ضمن المخططين لمظاهرات المدينه روما واللي تعرفات باسم مظاهرات الغاضبين، واللي سمتها السلطات بالشغب في 14 نوفمبر عام 2011 احتجاجات على سياسه الحكومه اليمينيه بقياده بيرلسكوني في ذاك الوقت والازمه اللي دخلتهم البلاد عام 2008 اقتصاديا. اولتراس فدائيين كانوا بعض الافراد ديالو كيكونوا القدام الصفوف الاولى في مواجهه الشرطه، وذاك النهار بانوا ثلاثه المرات وسط المدينه، بحيث هذه المظاهره يشاركوا فيها الالاف من الايطاليين وبمشاركه النقابات والاتحاد الطلابي والبيطاليين من العمل ومن كل مدن ايطاليا. غتبقى هذه المعركه الدميه اكثر من 5 ديال السوايع، واللي عرفت المتظاهرين رفعوا اعلام فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وكانت حاضره اكثر من 500 شخص من بلاك بلوك وجماعه راش ضد القوات الشرطيه ومكافحه الشغب. عرفت ذاك النهار دمار شامل وسط المدينه. فاعضاء اولتراس فدائيين قبل ما يكونوا مشجعين نادي روما كانوا ناشطون سياسيون، فهذا النشاط السياسي اللي كانوا مشاركين فيه وبزاف د الحوايج غيدفعوا اولتراس فدائيين في السنوات الاخرى من عام 2000 لتحت. علنت المجموعه على انها تبنى طبيعه غير سياسيه غير باش تبعد سلطات البلاد اللي ديما كانت كتراقب التحركات السياسيه في الاحداث الفلسطينيه الكبرى في الساحه الايطاليه. نخرجوا من هذا الفيلم السياسي ونرجعوا لكورفاسو دروما. من بعد ما كانوا الفدائيين دخلوا لملعب الاولمبياكو غيلقوا بعض المجموعات اللي قبل منهم واولتراس روما ومجموعه من الجروبات، وغيجيو مال الفدائيين بعض المجموعات. لكن قبل سنه 1977 غتشكل في الكورفاسو مجموعه جديده واللي غادي تجمع بزاف ديال الجروبات من كورف، واللي شملات مجموعات صغيره وكبيره. كانت هاد الرابطه تتقسم لبزاف ديال الروابط، واللي كانت صغيره في عدد الاعضاء ديالها بحال غوريغليري ديال كورفيسو بانتير والبويز والفوسا ديال اليوبي. ولكن نهار 9 يناير 1977 غيوحدوا بيناتهم ويكونوا رابطه كبيره اللي غتسمى بسي او سي اس، واللي هي كوماندو اونتخا كورفيسو. من بعد اكثر من عقد من الزمن وبالضبط نهايه التسعينات غتقسم بعض الافكار بين الاعضاء ديال الكوماندو، بحيث بعض منهم ما بغاوش يشاركوا التيران مع العدو ديالهم اللي هما اللازياليين. ايضا كاين اسباب سياسيه، وغيتم حل هذا الرابط اللي كانت معروفه بكوماندو اولترا كورفاسود، وغتجي بلاصتها مجموعه جديده واللي تعرفات ب اس روما اولترا. كاين بعض المجموعات اللي غيبغيو يدخلوا تحت لواء هذا الرابط، وكاين اللي غيرفض وغيحل الجروب ديالو. فكورفاسود روما كتعتبر بمثابه الاولترا الام لروما، بحيث هي اللي كانت سباقه للتاسيس. فمن بعد الفضائيين غتجي مجموعه اخرى بحال البويز روما اولتراس روماني وبريكات دي فالشي، وكاين بزاف ديال الروابط بحال جيوفانتي روما واورغولي روماني وستار 21 وبريكات برافيتا. روما كتبقى هي عاصمه ايطاليا، وكانت
موقع في الجزء المركزي الغربي من شبه الجزيرة العربية، واللي كتعتبر راسها أن من مدن الجنوب رفقة نابولي. فكيفاش نابولي وروما مدن اللي كانوا كيمثلوا الجنوب بجوج وكانوا خلقين أقوى صداقة غترجع من أخطر عدو في المضمور الإيطالي؟ فراح سبق لي قمت بحلقة اللي تكلمت فيها على الموضوع، واللي غادي نخلي لكم اللين ديال الفيديو في الديسكريبسيون اللي بغيت تفرج فيها. وغادي تطرح في راسهم واحد السؤال، واش حنا عندنا صداقة مع نابولي ولا عداوة مع لاتسيو؟ وهنا خاصهم يختار. موسم 86-87 روما غيستقبل نابولي. كيف العادة كانت أجواء احتفالية قبل الماتش. غادي يمشي كابو أولتراس نابولي عند كورفاسو دروم باش يتلقى ترحيب اللي ديما كيكون، لكن هاد المرة غيسمع هدرة أخرى، برونو جيوردانو ابن الظاهرة، لكن ما غتكون حتى فالتراس الفيداين غتبدا تربط علاقه صداقه مع مجموعه داخل ايطاليا وخارجها. ومن اهم هذه الصداقه هي صداقته مع مجموعه باد بلو بويز الكرواتيه اللي كتساند نادي دينامو زغرب. غتبدا العلاقه بين الباد بلو بويز والفيداين ملي غيتلاقاو في منتدى اللي كان معروف باسم ليبيري بينسيير اللي كتعني افكار حره. هو واحد الفورم اللي كيتناقشوا الافكار مع بعضياتهم، لكن ماشي هنا غتبدا علاقتهم الرسميه. سنه 2003 واحد الكابو من الكروات تمنع يدخل الماتشات في كرواتيا، وهنا بدا كيمشي ويجي لروما بزاف وبدا كيحضر معاهم في التيران. وهنا غتبدا تبنى العلاقه بيناتهم حتى ولات رسميه وغيوليو يحضروا الجروبات مع بعضياتهم وفي الماتشات. وهذا الشيء راجع للفضل الكبير للقائد الكرواتي حيت هو السبب في هذه التؤامه. وهنا غادي نستحضروا داك المثال اللي كيقول صديق عدوي فهو عدوي. هذه المقوله غتنطبق على المجموعه الصربيه اللي كتدعم نادي ريد ستار الصربي، واللي هي مجموعه الديلي، المجموعه اللي كيعتبروا الباد بلو بوز هما الاعداء ديالهم في المرتبه الاولى، مع الخصم اللي كيتقاسموا معاه نفس التيران اللي هما بارتيزان بلغراد. فالعداوه اللي بين الديلي والباد بلو بوز كتبقى تاريخ بين الدولتين بجوج، وهادشي راجع للحرب العالمية الثانية بين يوغوسلافيا. فمنين اختاريتي تكون صديق العدو ديالي فراك اختاريتي تكون العدو ديالي، فشكون هما مجموعة الديلي الصربية؟ في صربيا غتأسس بارتيزان وسيرفينا زفيزدا اللي هي الريد ستار من الحرب العالمية الثانية مباشرة. وبالطبع في عام 1945 كان بارتيزان نادي كينتمي للجيش الصربي، تقريبا كاع الناس اللي كانوا تيبغيو هاد النادي كينتميو للقانون، بينما كان الريد ستار نادي كيملكو الشعب. حتى واحد ما كان كيبغي يشجع فريق بارتيزان بلغراد. مجموعه الديلي في البدايه ما كانش هو اللقب الرسمي ديالها، بحيث عام 1960 غيوليو يجيو الدرابوات للتيران ولكن كانت قليله بزاف. في عام 1970 بزاف ديال الناس بداو كيجيو لي درابو لي شابو لي كاشكولات، وبدات الناس كتمشي للماتشات بزاف. وفي عام 1980 عرفات شي تجي جديد عندها في المدرجات، بحيث الحكومه الصربيه غتمنع الدرابوات من التيرانات، وداكشي اللي خلى الناس تزيد تمشي للتيرانات وتجيب الكاشكولات ولي طوندار ضد في الحكومه. ثم في عام 1986 غيتنشؤوا اول جوج جروبات تحت مصطلح الالترا اللي كان اللقب ديالهم ريد ديفلز. من بعد عام غتبعها مجموعه زولو واريورز. المهم غيجي ماتش اللي غيتلعب فيه ريد ستار في اليونان ضد نادي باناثينايكوس، فغيتنقلوا للجروبات ومن تما غادي تولد الاخوه مع محبي نادي اولمبياكوس، واللي قالوا تخلقت التؤامه بسبب مجموعه الحوايج اللي كيتشابهوا فيها بحال الالوان اللي كتجمعهم، وبجوج نوادي العاصمه وكيتقاسموا نفس الديانه الارثوذكسيه. في السنوات القليله اللي جاي قررت المجموعات اللي كتساند ريد ستار باش توحد ودير مجموعه وحده اللي تكون منظمه واللي تقدر تجمع كاع الجروب باش فيراج واحد. وغيديروا الاجتماع في عام 1989 وغيقترحوا مجموعه من الاسماء، ولكن غادي يختاروا اسم واحد اللي هو الديلي. الديلي بصيغه المفرد كتقرا داليا، وهي كلمه من اصل تركي دخلت اللغه الصربيه خلال الاحتلال العثماني للصربيه تقريبا في القرن 15. في هذا الوقت المصطلح الديلي كيعني باللغه الصربيه الشجاع او القوي. فنادي ريد ستار عنده مجموعه من الفروع، لكن الديلي كتركز غير على كره القدم وكره السله. في بدايه ديال شهر فبراير من هذا العام غادي يلعب نادي ريد ستار الصربي كارفينا سفيزدا ضد كل من فيرتوس بولونيا وارمان ميلانو في ايطاليا، وغادي تنقلوا ما بين 40 حتى ل 50 فرد من مجموعات الديلي، واللي غيبقاو اكثر من 3 الايام في ايطاليا بحيث ما كانوا جايين غير يتفرجوا في فرقهم وصافي، بينما راه كانوا ناويين على شي حاجه اكثر من هادشي. بحيث بعض المعلومات كتشير على ان الديلي جايه وبغات تنفذ خطه وسط ايطاليا واللي موجوده ليها مزيان. مجموعات الديلي غتنفذ اول خطه بحيث غيهجموا على اولترا سبريشيا، ولكن ما قدروش يسرقوا ليها الباش بحيث استولوا على ايطوندار اوفيسيل ديال الجروب وجوج منتوجات. ومنين ما صدقش لهم البلان غادي ينفذوا الخطه الثانيه واللي هي غيهجموا على المجموعات اللي كتساند نادي موضينا، ما غاديش يصدق لهم البلان بحيث منين بغاو يتبعوا السياره اللي كتحمل البانر والاعلام ديالهم غيغلطوا وغيتبعوا السياره ديال اللاعبين الفريق، ولكن ما غيهبطوش يديهم حالفين حتى يمشيو ويجيبوا شي حوايج في يديهم. وهنا غادي يعرفوا العدو ديالهم رومانيس طالعين ضد امبولي، وهنا غادي يوجدوا الخطه باش يهجموا عليهم. فمن بعد ما كانوا كيتسناو الماتش يسالي مجموعه الفيضاين غيتمو خارجين من الملعب وقصدوا السياره اللي حطينا في الباركينغ باش يهزوا السياره ويمشيو في حالهم، الا انهم غادي يتفاجئوا
بهجوم من طرف مجموعه اللي كتكون من طرف 50 فرد. في داين غتجبد كاع داكش اللي متحتها بحيث كانوا معاهم بعض العصي اللي كيكونوا معاهم ديما باش يدافعوا على راسهم. القتال غيبقى لمده طويله بحيث بعض المعلومات كتقول ان الديالي كيهربوا يعاودوا يرجعوا يطيفوا ثلاثه د المرات. في اخر مره قدروا يسرقوا منهم حقيبه اللي كانت هزه الماطوس كامل ديال الفضاين. داك النهار غيتسربوا صور اللي فيهم جوج ايطوندار بحوزه ديلي. في الاول كلشي قال بلي النابوليطان هي اللي نفذت الخطه، لكن بعد ما تاكدت لقيت ان النابولي وديلي ما كتجمعهم حتى علاقه، غير بعض اعضاء ديلي كيعرفوا بعض اعضاء اولتراس في داي نابولي، وان الهجوم اللي دارت ديلي ما دخلش فيه اولتراس نابولي. ومن بعد ما خرجوا الصور اللي فيهم ايطوندار في داين ما توقعوش يقدر يكون مشى الباش. لكن مباراه روما في سالزبورغ غتعرف عدم تواجد مجموعات الفيضاين. هنا فين غيبقى يدخل الشكل المتشبع الحركي. 18 فبراير من في مباراة من الدوري الصربي بين زفيزدا وكوكاريكي، مجموعة ديلي غترفع جميع الآلام المسروقة إضافة لبش رسمي لمجموعة فيضاين، ويقوموا بالحرق ديالو مع رسالة اللي مكتوب فيها لقد اخترت الصداقة الخاطئة، وهنا قصدوا الصداقة ديالهم مع بعض بلو بويز. وهنا غتنتهي قصة أولتراس فيضاين روما اللي قريبة تكمل 51 سنة في الموفمون الإيطالي. اخر مباراه روما في الاولمبياكو غتحضر مجموعه فيضاين من بعد السرقه، واللي غتلقى ترحيب من باقي المجموعات الكورفاسو تحت صفقات كبيره واللي كتبوا بها نهايه قصه اولتراس فيضاين روما.